في الفيديو ده هنشوف سنسور تاني وهو اللين انفيجن ديتكتور. المفروض ان السنسور ده وظيفته لو العربية عدت فوق اي لين، سواء بروكن او سوليد او اي نوع من انواع اللين، فهو بيديني انديكيشن ان العربية عدت على اللين بالشكل الفلاني. فمثلا هنا اول شوية سطور دي نفس السطور اللي احنا بننزل بيها العربية. هتلاحظ بس ان في حاجة اسمها تراي سبون اكتور، سواء عملت سبون اكتور او تراي سبون اكتور الاثنين نفس الموضوع، يعني هينزل معاك الاكتور، ولكن هو الفرق ما بينهم بس في حكاية الايرور. بالنسبة للفانكشن بتاع اللين هنقولها دلوقتي، بس تعالى تحت ننزل البلو برنت بتاع الانفيجن اللين انفيجن ديتكتور. هنلاقي ان ده البلو برنت اي دي بتاعه، وده اللوكيشن اللي احنا هننزله فيه. هنعمل سبون اكتور لو واتاتش المين للفايكل. بعد كده هنقول له لسم، وهيخرج اللينز بحيث اللينز دي همررها للفانكشن اللي اسمها لين فانكشن اللي انا عاملها فوق دي. لين فانكشن المفروض ان هي بتاخد اللينز. بعد كده انا عايز من اللينز اعرف اللين اللي هو داس عليها، يعني المفروض ان السنسور ده اللي هو بتاع اللين بيستدعي الفانكشن دي بس اما يدوس على اللين، اما العربيه تدوس على اللين، عامله زي الكوليجن كده. المفروض ان هي بتستدعي الفانكشن لما يحصل كوليجن، فهنا برضو نفس الحكايه، بتستدعي الفانكشن لما العربيه تدوس على اللين. فانت هنا معاك انا عايز اعرف التايب بتاع اللين اللي العربيه دست عليه، فهعمل فور لوب على اللينز اللي جات لي، لان ممكن العربيه تكون دست على اكتر من لين، فانا هعمل فور لوب على اللينز اللي جات لي بحيث في حاجه اسمها كروس دي لين ماركينجز بالشكل ده. هعمل عليها فور لوب فور ماركينج ان لينز دوت كروس لين ماركينجز بالشكل ده. بعد كده هعمل برنت للماركينج دوت تايب. ده كده هيطبع لي التايب بتاع اللين اللي العربيه دست عليه. انا طبعا هنا برضو مخلي الثروتل بواحد عشان هو كده يقدر يدوس على البروكن والسوليد، هيدوس على الاثنين دول وهو ماشي. فتعالى نفتح كارلا ونشوف ايه اللي هيحصل. زي ما انت شايف كده كارلا فتحت. تعالى الاول اوريك انا قصدي ايه هنا. زي ما انت شايف كده انا هعمل هبص من فوق بالشكل ده كده. اللي هيحصل ان العربية بتنزل في المكان ده كده، في المكان اللي هنا. زي ما انت شايف لو انا خليت العربية تمشي طوالي هتدوس على البروكن وهتدوس على السوليد، هتدوس على الاتنين مع بعض لما اخلي العربية تمشي طوالي. تعالى ننزل العربية ونشوف اللي هيحصل. زي ما انت شايف كده لاحظ العربية داست على البروكن وداست على السوليد. اللي حصل ان هو طبع فعلا اهو بروكن وسوليد، اللي هي اللينز اللي هو داس عليها. ده كده وظيفة اللين انفيجن ديتكتور. ممكن تستفيد بيه بحاجة معينة، ان انت برضو مثلا عايز تنهي الابيسود بتاعك لو حصل لين انفيجن مثلا كده يعني.